طيب تعالوا نكمل النهارده الموضوع اللي كنا بدأناه قبل كده. اتكلمنا قبل كده عن الدايركتوري سيرفر، وكان معظم الكلام بتاعنا كان نظري. النهارده ان شاء الله هنقلب الموضوع كله عملي صرف، مش كده؟ طيب احنا خدنا بس كده بسرعه المره اللي فاتت، لا مش المره اللي فاتت، اول مره او تاني مره، ازاي نعمل انستول كده على السريع، وكان بيظهر لك شويه حاجات. فتعالى النهارده ايه نعمل انستول كده بشكل مره تانيه، عشان بس عايز اوضح لك الفرق بين ثلاث حاجات وانت بتعمل انستول، او بلاش تعمل انستول، ثلاث حاجات بشكل عام هتشوفهم عشان تكون فاهم كويس جدا الدايركتوري سيرفر ده شغال ازاي. طيب دي اول حاجه هنعمل انستليشن، بعد كده هنكريت يوزرز لوكال على السيستم، وده الطبيعي انت بيكون عندك سيستم فيه لوكال يوزرز وعايز بعد كده تنقلهم لل LDAP، عايز تعمل لهم مايجريشن. بعد كده هناخد اليوزرز اللي ظهروا دول او اللي انا طلعتهم في ملف LDAP ونعمل لهم اد، ماشي. ايه كمان بعد كده؟ تعالى اعمل ديليت. تعالى يلا، فالنهارده يبدا ايه بدايه العمل عندنا ايه؟ خلاص كده. طيب كلام جميل. احنا كنا عملنا مكنه قبل كده وكنا شغالين عليها فعليا، لو تفتكروا معايا. دي كانت المكنه اللي كانت موجوده عندي، المكنه دي كانت عباره عن مكنه سنتوس عاديه خالص، الامكانيات بتاعتها عاديه، اعتقد ان هي يعني ما تعملهاش ريبوت من 13 يوم. عندي في المكنه دي حوالي 4 جيجا رامات موجودين اهون. عندي ايه كمان؟ عندي كور واحد اثنين ثلاثة واربعة كور. خلاص المكنة دي فيها اربعة كور، وعبارة عن انتل زيون البروسيسور بتاعها E5540 2.5 جيجا هرتز، اربعة كور موجودين فيها. طيب كلام جميل. كنا عملنا فيها انستول كده، اللي قلت اقول له كده netstat داش ntlp لو تفتكروا، وتعالى ناخد الكلام ده كده لس عشان ازوره بشكل احسن يعني. طب بقى ايه؟ بص كده، انا كان عندي في سيرفيس موجوده عليها اللي كان هممني فيها قبل كده واحنا كنا شغالين، كانت شويه سيرفيس كده خفيفه زي الايه، شايف السيرفيس دي 389؟ حد فيكم فاكرها؟ صح، دي واحده. الثانيه كانت مين؟ 9830. خلاص كده. طيب كلام جميل جدا، وكنت مسطب عليها كمان زياده الايه، الار دي بي. خلاص ده الار دي بي موجود اهو، اكس ار دي بي كان موجود. طيب وده الار دي بي سيشن مانجر. طيب ما علينا ايه. طب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا كل همي دلوقتي ان انا هريموف الاول الدايركتوري سيرفر القديم وهبدا اعمل انستول من الاول وجديد. بس قبل ما ابدا اعمل انستول هوريك حاجه صغيره خالص، او تعالى كده نتكلم بشكل نظري شويه. هنتكلم عن ايه بقى؟ هنتكلم مره فتحة بنعمل انستول. خلاص في عندك ثلاث حاجات موجودين مع الدايركتوري سيرفر، يعني انت في عندك كده الدايركتوري سيرفر بتاع ريد هات او ال 389 دايركتوري سيرفر، ده بيتكون من ثلاث حاجات. خلاص واحده منهم اساسيه واثنين فرعيين. يعني ايه؟ يعني واحده لازم تكون متسطبه عشان اقول عندي دايركتوري سيرفر شغال، واحده بس تكون متسطبه. طب والاثنين التانيين؟ قالك الاثنين التانيين مش لازم يكونوا موجودين. طيب حلو جدا. طيب ايه بقى الاساسيه؟ الاساسيه اللي هو الدايركتوري سيرفر نفسه. خلاص الدايركتوري سيرفر نفسه ده اساسي، ده اساسي، ده فعليا اللي بيتخزن فيه الايه، اليوزرز والجروبس والاوبجكتس، اي حاجه في الدنيا بتحب تخزنها في ال داب، ده ال داب سيرفر نفسه، ده ال داب سيرفر بكل بساطه. خلاص طيب الجزء الثاني عندك وده مش اساسي، ممكن تعمل له انستول او لا براحتك، اللي هو الدايركتوري سيرفر ادمن. ايه الدايركتوري سيرفر ادمن ده؟ بص يا سيدي،
انت عندك الدايركتوري سيرفر نفسه كانستانس ده شغال كوماند لاين بس، صح؟ طب انت عايز له جرافيكال يوزر انترفيس، او قبل الجرافيكال يوزر انترفيس كمان انت محتاج، او عملوا له يا سيدي بمعنى ادق بقى، عملوا له كده عباره عن نسخه مصغره من الاباتشي، خلاص، وده توم كات تحديدا، ده عباره عن ابلكيشن سيرفر شغال كل وظيفته في الدنيا ان هو ياكسس مين، ياكسس الدايركتوري سيرفر ده، خلاص كده. يبقى الدايركتوري سيرفر ادمن ده بيديك اكسس لمين؟ الدايركتوري سيرفر ادمن للدايركتوري سيرفر نفسه، خلاص. طيب الجزء الثالث اللي هو الكونسول، والكونسول ده اللي حضرتك بتفتحه كده على الشل، او بتفتحه من المينيو بتاعتك، اللي بيظهر لك، بيظهر لك انترفيس جميل. الانترفيس ده نفسه بيكونكت على مين؟ الانترفيس بيكونكت على التوم كات اللي موجود ده، خلاص كده. والتوم كات نفسه مربوط بمين؟ التوم كات مربوط بمين؟ بالدايركتوري سيرفر. يبقى انت لما تيجي تكونكت عن طريق الكونسول، تفتح الكونسول وتحاول كليك يمين اد يوزر، كليك يمين اد جروب، كليك يمين تعمل اي سي ال، انت فعليا بتكونتاكت مين؟ بتكونتاكت ده ولا ده؟ لا، بتكونتاكت الادمن، بتكونتاكت الادمن سيرفر، خلاص. يبقى الادمن سيرفر ده مسؤول مسؤوليه كامله ان هو يستقبل ريكوستات من مين؟ من الكونسول، ويترجمها للغه ال ال ده بيقدر يفهمها ويبعتها لمين؟ للدايركتوري سيرفر نفسه، مش كده؟ ماشي. طيب لو انت شغال بقى في الحياه العمليه محتاج الثلاثه، انا بقول لك في الطبيعي اه، طيب على الاقل انت محتاج ايه؟ على الاقل انت محتاج ده، بس هتضطر ايه اللي هتعمله؟ كل الانتر اكشن بتاعك هيبقى عن طريق السي ال اي بس. تخيل لو انت مش عندك الدايركتوري سيرفر ادمن ولا عندك الكونسول، تخيل كده كل ما تيجي الديفيوزر هتعمل ايه؟ اللي ده باد تقول له خد اليوزر الفلاني الدي ان بتاعه كذا، والكلاس بتاعته كذا، والاتريبيوتس بتاعته كذا وكذا وكذا، مش كده؟ يبقى الدايركتوري سيرفر ادمن ده هو ايه؟ هو يعني وسيط كده في النص بينك وبين، او بين الدايركتوري سيرفر وبين الكونسول. لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ حلو جدا. تعال نشيل بقى القديم ونسطب واحد من اول وجديد كده، ونهدى عليه واحنا شغالين كده، واحنا بنسطبه ونشوف، مش كده؟ لا، الدايركت سيرفر جيت واي ده خارج السكوب بتاعنا النهارده خالص خالص، ماشي. طيب تعال نكبر الخط كده، حلو جدا. اصبر، كل حاجه تجيلك في وقتها، اصبر على رزقك، اصبر على رزقك. طيب الاول بس كان في خازوق موجود عندي. ايه الخازوق اللي كان موجود؟ ان كان الحاجات دي كانت متسطبه قبل كده. طب لو هي كانت متسطبه وعايز امسحها خالص نهائي، انا عايز امسحها عم بشكل كامل، هعمل ايه؟ في عندك كده كوماند اسمه ريموف دايركتوري سيرفر داش ادمن دوت بي ال، دي عباره عن بيرل سكريبت برضو، فاكرين زي سيت اب داش دايركتوري سيرفر داش ادمن. تعالى كده نعمل داش داش هيلب. في عندك اوبشن حلو جدا اسمه داش اي وداش واي، خلاص. ممكن اعمل كده، هقول له داش اي معناها ريموف اول، ريموف اول معناها ايه؟ معناها هشيل الدايركتوري سيرفر، وهشيل ايه كمان؟ وهشيل الدايركتوري سيرفر ادمن انستنس نفسه. داش واي، واي معناها شيل يا عم وما تسالنيش. طيب كلام جميل، بص كده عندك هيروح يوقف السيرفيس ويشيل كل حاجه، ويشيل السيرفيس ويظبط كل حاجه مع نفسه، يقول لك شكرا. تعالى كده ايه، نفتح شل تاني هنا، نتستات كده. بص ايه اللي حصل، السيرفيس اللي كانت موجودة عندك
كان اخر واحده عندك كانت 389 صح؟ ايه اللي حصل لها؟ طارت خلاص مع السلامه. شفت عمل ايه؟ راح وقف السيرفس وشال كل حاجه. طيب بص كده عندك ال SETC داير سيرف، بص ايه اللي حصل عندك. فاكرين مش كنت عامل هنا، كنت عامل دومين اسمه مصطفى دوت كوم، طار صح؟ كل ده طار يا معلم. طيب حلو جدا. طيب انا ناقصني ايه بقى كمان؟ ناقصني ايه؟ ناقصني اريموف الباكج بالمره. يلا يام ريز 389 داش استريك كده، بص كده شال كل حاجه عندك. لو جيت اقول له كده اي تي سي داير سيرف، طار مع السلامه. ممكن بعد كده تعمل ايه؟ ار ام اي تي سي داير سيرف داش ار اف لو عايز خلاص تشيل كل حاجه كده مع السلامه. كده الجهاز بتاعك كانه لسه بعمل له انستول حالا دلوقتي، كانه لسه جاي كده ابيض بلاطه مش على اي حاجه خالص، ماشي كده. طيب تعالى اعمل له انستول كده، يام انستول 389 داش دي اس من الاول خالص، كاننا لسه بنبدا من البدايه، كاننا ما عملناش اي حاجه خالص. طيب مفترض كده يعني اعمل انستول على طول، لان خط الانترنت على السيرفر ده حاجه 60 ميجا، فهتلاقيه سريع جدا وهو شغال يعني. مش كده؟ كده خلاص عملنا انستول، دي الخطوه الاولانيه. الخطوة الثانية هنعمل ايه؟ حلو جدا. في اوبشن بس عايزك تاخد بالك منه، وانا بقى ممكن بعمل انستول نص السبب اللي بعمل انستوليشن عشانه، عشان اوريك الحكايه دي. بص عندك كده، تعال نجيبها في صفحه صغيره هنا كده، سيت اب دايركتوري سيرفر داش ادمن دوت بي ال. حلو جدا. بص عندك كده في عندك اوبشن اسمه كيب كاش، كيب كاش ده عارفينه اهو، مش كده؟ حلو جدا. خليها مع الاوبشن دون. الاوبشن ده يعمل ايه؟ بص وانت بتيجي تعمل انستول ايه اللي بيحصل معاك؟ وانت بتيجي تعمل انستول بيسالك شويه اسئله، زي مثلا ايه اسم الدومين بتاعك؟ ايه اسم المكنه بتاعتك؟ ايه اسم اليوزر اللي هيكون ادمن؟ وايه الباسورد بتاعته؟ اسالك شويه اسئله كده صح؟ انا عايزه يخزن الاسئله دي عشان لو حبيت تعمل دايركتوري سيرفر تاني. خلاص كده؟ الاوبشن ده هيفيدك جدا لما تيجي تعمل دايركتوري سيرفر تاني. لان انت لو بتعمل ريبليكيشن بين اتنين دايركتوري سيرفر او ثلاثة او اربعة، محتاج نفس السيتنج تكون واحدة، اللي هيختلف بس ايه على كل دايركتوري سيرفرز الهوست نيم فقط صح؟ اللي هيختلف الهوست نيم، انما اسم الدومين زي ما هو واليوزر الادمن زي ما هو، كل حاجة زي ما هي. فانت محتاج تعمل ايه؟ تعمل سيف للكاش دول. خلاص كده؟ حلو جدا. تعالى ايه نطبق الاوبشن ده كده. تعالى ايه ماشي كده، هنا هيسألك بيقول لك ان الابليكيشن ده او السكريبت دي تقدر تعمل انستول، عايز تكمل ولا لا؟ خلاص هقول له طبعا هكمل، والديفولت بتاعها يس هكمل اهو. بيقول لك هنا انت المفروض عندك، بص بقول لك في عندك بارامترز كده انت لازم تظبطها. خلاص البارامترز دي زي مش عارف نت دوت اي بي فيرجن 4 تي سي بي دي كيب لايف تايم ست كذا،
يقول لك دي كبيره قوي، دي فيها مشكله عندك، فايه يقول لك عندك 1024 فايل ديسكريبتور سوفت ليمت افيلبل. فيعني انت ممكن تسكيب الورنينجز دي وتكمل. حلو، بيقول لك انت عايز تعمل انستول ايه بقى، شكله ايه، اكسبريس ولا تيبيكال ولا كاستم؟ طبيعي هتختار تيبيكال، خلاص مش اكسبريس. تيبيكال هيسالك الاسئله العاديه خالص بتاعت الانستوليشن، وده اللي همشي معاه. بقول لك الكمبيوتر نيم بتاعك، اسم المكنه بتاعتك اسمها ايه، هي فعلا اسمها سيرف وحده مصطفى دوت كوم، لو جيت اقول له كده هوست نيم مظبوط ماشي هكمل معاه. السيستم يوزر، بص بقى يا سيدي، لما بيجي يرن السيرفس دي بيرنها بصلاحيات نان روت يوزر، او بيرنها بصلاحيات يوزر ملوش اي صلاحيات، عشان لو حصلت اتاك الراجل ده يبقى ايه، مع نفسه في الهواء يعني، ولا له اي صلاحيات على اي تاني على السيستم. فايه هقول له ماشي كمل. والجروب برضو طيب، بيقول لك ان هل انت عندك دايركتوري سيرفر موجود قبل كده ولا لا. خلاص، انا ما كانش عندي اي دايركتوري سيرفر موجود قبل كده، في الحلقه دي انا هكمل معاه نو. السؤال ده بيساله لك امتى؟ السؤال ده بيساله لك بيفترض ان انت مثلا كان عندك دايركتوري سيرفر متسطب، لكن كنت مسطب الدايركتوري سيرفر نفسه من غير الدايركتوري سيرفر ادمن، خلاص كده. فبيقول لك انت عايز تربط الدايركتوري سيرفر ادمن دون مع دايركتوري سيرفر انستنس موجود قبل كده ولا لا. خلاص، من الاخر عايز يربط التوم كات ابلكيشن سيرفر الموجود مع ال داب سيرفر، او ال داب سيرفر كان موجود قبل كده، بس انا ما عنديش ال داب سيرفر موجود قبل كده، لسه عامل ده جديد. خلاص، فاقول لك لا انا ما فيش عندي قبل كده، انا مش هرجستر مع اي دايركتوري سيرفر موجود قبل كده. بيقول لك انت عايز تخلي بقى الدايركتوري سيرفر ده الادمنستريتور بتاعه اسمه ايه؟ هقول له هو بيفترض يعني بيقترح عليك يخلي اسمه ادمن، هقول له ماشي مفيش مشاكل. الباسورد بتاعته تعالى اعمل حط له باسورد كده، خلاص. طيب، جه يسألك سؤال تاني بقى، انت لسه عامل ادمن فوق صح؟ حلو، جه يسألك بقى الادمنستريشن دومين بتاعك ايه يا سيدي، الدومين بتاعك ايه؟ الدومين بتاعك هو بيحاول ياخد الدومين بتاعك منين؟ من بقيه اسم المقطع بتاع السيرفر بتاعك، مش كده؟ هو شايف ان السيرفر بتاعك اسمه سيرفو واحد مصطفى دوت كوم، فقال لك الادمنستريشن دومين بتاعك مصطفى دوت كوم، عايز تكمل؟ هقول له ماشي. قال لك البورد اللي هيشتغل عليه 389، هقول له ماشي مش مشاكل. طيب الايدنتيفاير بتاع الدايركتوري سيرفر ده، بص بقى وشوف الحاجه الحلوه دي، انت عندك مثلا في مايكروسوفت الاكتف دايركتوري، الاكتف دايركتوري ينفع تسطب اتنين اكتف دايركتوري على نفس المكنه؟ ينفع لو حد فيكم اشتغل مايكروسوفت؟ عمر حد فيكم سمع ان في اتنين اكتف دايركتوري اشتغلوا على نفس المكنه؟ مستحيل. طيب ريد هات دايركتوري سيرفر بقى او ال 389 دايركتوري سيرفر ده بيقول لك انا ممكن اسمح لك تسطب اكتر من دايركتوري سيرفر انستانس على نفس المكنه، خلاص. وكل دايركتوري سيرفر هيكون له فولدر خاص بيه في الداتابيس بتاعته، يعني هتلاقي كده عمل لك تحت سلاش اي تي سي داير سيرف، ويروح عامل فولدر مثلا وليكن انا سميت الانستانس بتاعي سيرف واحد، خلاص. فممكن اخلي الانستانس ده هحط الداتا بتاعته او الداتابيس بتاعته في فولدر اسمه سيرف واحد، ورحت عامل انستانس تاني سميته وليكن مثلا سيرف خمسة، وحطه في دومين تاني خالص، ينفع؟ مفيش اي مشاكل خالص، مفيش اي مشاكل نهائي. لا دي ميزه طبعا، دي ميزه. طب اليوزرز بقى يا سيدي، هقول لك طب ما كل يوزر، هل في عمرك شفت حد، عمرك شفت يوزر بيأوثنتيكيت نفسه لاكتر من دومين في نفس الوقت، ولا كل يوزر بيأوثنتيكيت نفسه لدومين واحد في نفس اللحظه؟ هو ده السؤال. في الطبيعي ان كل مكنه او كل يوزر بيأوثنتيكيت نفسه لدومين واحد صح، معنى كده ان ممكن سيرفر واحد يشيل اكتر من دومين ويشتغل من غير اي مشاكل صح. هتقول لي طب ازاي، هقول لك طب ما انت عندك الدي ان اس يا ريس. هو الدي ان اس ده ايه يعني؟ مش الدي ان اس موجود؟ الدي ان اس روح اعمل ريكورد سميه، خليه يشاور على الاي بي اللي هو 192.168.0.1، وخليه يسميه سيرف واحد ومصطفى دوت كوم، وبعد كده روح اعمل في نفس او اعمل زون تانية خلاص،
وقول له 192 168 01 وخليه يشاور على سيرفر اسمه سيرف 5 دوت حموده دوت كوم. ايه رايك؟ ينفع؟ وربنا ينفع من غير اي مشاكل، مش هيقول لك لا. واليوزرز دول، واليوزرز دول هتلاقيهم موجودين في دومين، واليوزرز التانيين في دومين تاني. واقول لك ده هيفيدك كمان قوي في ايه؟ هيفيدك اكتر في ايه؟ في الناس اللي عندها انفايرومنت كبيره قوي خلاص، وعايزين يفصلوا دومينز عن بعض. احيانا كده بتلاقي عندك ريكويرمنت في الاورجانيزيشن بتاعتك يقول لك لا 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 لا، ما تخليليش كل الناس مع بعض على نفس موجودين مع بعض في نفس الدايركتوري سيرفر خلاص. فساعتها هيفيدك جدا. ممكن يكون عندك سيرفر فيه اتنين انترفيس، كل انترفيس فيهم واخد اي بي، وكل اي بي موجود في دومين مختلف. ماشي كده؟ ماشي. طيب نكمل مع الخطوه دي. بقول لك السافكس بتاع الدومين دون، قال لك انا هسميه دي سي ايكوال تو مصطفى ودي سي ايكوال دوت كوم. حد فيكم فاكر السافكس؟ كنت بقول لك بيشتغل بطريقتين. الطريقه الاولانيه اللي هي ايه بتاعه الاورجانيزيشن نيم والموجوده في انهي قاره ولا موجوده في انهي دوله، والطريقه الثانيه شغاله بنفس طريقه الدي ان اس. صح، هو شغال بطريقه الدي ان اس، وده خبر كويس بالنسبه لي. الدايركتوري مانجر بقى، بص 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 بص، احنا فوق هنا من شويه كده، من فوق من شويه سالني على ادمن. صح صح، ها وبعد كده جه تحت هنا سالني على دايركتوري مانجر. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ بص اللي فوق دون، اللي فوق ده الادمن الاولاني، ده بتاع الايه الادمن الاولاني ده بتاع الايه الدايركتوري سيرفر ادمن نفسه، الدايركتوري سيرفر ادمن، الادمن سيرفر نفسه اللي هو التوم كات ابلكيشن سيرفر خلاص، ده بتاع التوم كات. امال التاني ده بتاع مين؟ ده بتاع الدايركتوري سيرفر نفسه، ده بتاع ال ال داب نفسها خلاص كده. ماشي، ها اعتقد الفرق واضح. يبقى انت كده في عندك اتنين، واحد خاص بالكونفيجريشن او مش بالكونفيجريشن بقى كمان اكتر، لو شبهتها لك كده في البدايه بالنسبه لك لان انت لسه بادئ، واحد خاص او واحد بيتعامل مع الدايركتوري سيرفر بشكل مباشر اللي هو الدايركتوري مانجر، والتاني بيتعامل مع المين؟ المانجمنت كونسول خلاص. الادمن بس بتاع المانجمنت كونسول، الدايركتوري مانجر بيسمح لك انت تكونكت على مين؟ على الدايركتوري سيرفر. بالمناسبه ممكن تكونكت بالدايركتوري مانجر عن طريق الكونسول برضو خلاص، هم سامحين بكده على فكره، هم سامحين بكده. ماشي كده؟ طيب حلو جدا، هقول له ماشي، ده الاسم بتاعه كويس جدا عجبني، ممكن تغير الاسم بتاعه على فكره لو عايز، وطبعا حط له باسورد هو كمان. بقول لك الادمنستريشن بورت بقى بتاع الادمن سيرفر ده عايزه كام؟ 3130؟ ماشي مش مشاكل. بيقول لك بقى خلاص انا كده سالتك كل الاسئله اللي انا عايزها، السكريبت تبدا تعمل انستول. هل انت فعلا متاكد تعمل انستول؟ اقول له ماشي اعمل يا عم انستول خلاص. بص عمل ايه ال HTTP engine، شايف عباره عن اباتشي توم كات ابلكيشن سيرفر علينا يعني، ده اللي هو الادمن سيرفر. طيب بص كده لس سلاش تمب، عندك راح فين يا سيدي؟ لا الادمن يوزر ممكن يضيف. بص عندك كده ده اللوج بتاعك اهوت، تعالى كده ايه نشد دي كده في جنب. فيم ده ملف اللوج بتاعك اهون، هتلاقي فيه كل حاجه، ايه اللي حصل في الانستليشن بتاعك، كل حاجه بالتفصيل ممل اهون، والبيانات بتاعتك اللي انت دخلتها له كلها. طيب
عندك سيت اب، هو ده اللي انا عايزه يا ريس. بص لي عليا كده، فاكر لما قلت له الاوبشن وهو بيعمل انستول؟ فاكر الاوبشن ده؟ الاوبشن ده كيب كاش ده، فاكر الاوبشن ده؟ الاوبشن ده استخدمته عشان اعمل سيف لده. بص كده، ده عبارة عن ايه؟ ملف عادي جدا. بص بذمتك، مش دي البارامتر زي ده لو انا كنت شغال؟ وهو بيسطب سألني شوية أسئلة صح؟ بص مش دي الأسئلة؟ ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ الروت باسورد صح؟ والسيرفر أدمن إيه البورت اللي يشتغل عليه؟ والسافكس بتاعك إيه؟ بالظبط أيوه، الأنسر فايل زي بتاع الأوبن ستاك، حاجة زي كده يعني. أه مش كده؟ طيب هيفيدك بإيه الملف ده؟ الملف ده هيفيدك لما تيجي تعمل ريبليكا أو تعمل ريبليكيشن ما بين الإيه؟ الدايركتوري سيرفر ده واي دايركتوري سيرفر تاني تعمل له انستول. طيب كلام جميل. انت بس الملف ده خلي بالك في خازوق في الملف ده، ان الملف ده لو واحد سرقه منك او ضاع، ايه اللي هيبقى معاه؟ ايه اللي هيبقى معاه؟ الباسوردات كلها. انت كده بتلبس نفسك، فانت خلي بالك من الحكايه دي، الملف ده خطر جدا مش كده؟ اول ما تاخد الملف ده جي بي جي على طول، واعمل له انكريبت، حطه على الفلاشه بتاعتك او حطه على اي هارد، وايه؟ ورايح دماغك خالص من الافلام دي. ماشي طيب حلو جدا. بس لو انت سبته في سلاش تمبل، انت كده بتلبس نفسك برضو. المفروض تعمل ايه؟ المفروض تعمله كوبي كده، حط في المكان اللي انت فيه، وبعد كده ايه؟ جي بي جي داش اي. فاكرين؟ ها حد فاكر؟ ما علينا يعني، ايا كان. طيب حلو جدا. اللي بعد كده، اللي بعد كده، اللي بعد كده يا سيدي، تعال نفتح كده. لا مش سيت اب بقى، خلاص عملوا سيت اب. نت ستات داش ان تي ال بي، لا نصغر الخط احسن. صغر سنة كمان. بص عندك كده، بص عندك كده، ايه ده؟ ده الدايركتوري سيرفر صح؟ طيب بص عندك كده كمان، ايه ده؟ ده الادمن سيرفر. يبقى ده الدايركتوري سيرفر اهو، ده اللي هيتخزن فيه اليوزرز والمستخدمين، وده الادمن سيرفر اللي انت هتكونكت عليه بالكونسول عشان تمانج مين؟ عشان تمانج ده. يبقى ده بتستخدمه عشان تكونكت عليه بالكونسول اهو، الكونسول اهو، ده الكونسول. تفتح الكونسول وهقول له انا عايز اكونكت على ده، على الادمن، وبعد كده الادمن هيوصلك لمين؟ للدايركتوري سيرفر نفسه اللي هو ده. خلاص كده حلو جدا. تعال نفتح كده الكونسول. ادي الكونسول بتاعك بيفتح اهو، خلاص. تعمل لوجن كده. بالمناسبة ممكن تعمل لوجن زي ما قلت لك. سي ان ايكوال تو دايركتوري مانجر لوكال هوست 9830. فتح اهو، معلش كنت بديله باسورد غلط بس. طيب افتح كده. افتح كده الدايركتوري نفسها بقى. عندك البيبل، مفيش اي حاجه خالص. الايه؟ المعلم ده فاضي، صحرا ملط، مفيش فيها اي حاجه خالص. حلو جدا. تعالى كده اقفل ده بقى كده، اقفل ده كمان. تعال ايه، نخش الايه للفيلم التاني بتاع النهارده، ازاي انقل اللوكال يوزرز اللي موجودين عندي على ايه؟ على الداب سيرفر ده. تعال نعمل كده فيو، تعال نعمل زوم. كلام جميل. تعالى كده اعمل يام سيرش you
migration. هو ده يا ريس، بص عندك كده، هسطب الباكج ديت يام داش واي انستول migration tools ديت. بص يا سيدي، انت لو عندك مستخدمين موجودين على السيستم بتاعك، ولنفترض ان انت عندك 1000 مستخدم، ايه اللي المفروض تعمله؟ عندك 1000 مستخدم، المفروض تعمل ايه؟ هتمسكهم واحد واحد، تشوف موجودين في، المفروض في الطبيعي بيكون مستخدمين موجودين في ايه؟ في اي تي سي باسورد، صح؟ تنزل تحت كده تروح لمصطفى ومحمد ومحمدين وابراهيم واسماعيل، صح ولا كلامي غلط؟ تمسكهم واحد واحد ويطلع عينيك. بعد كده تروح رايح فين؟ جروب، صح؟ تروح نازل تشوف الجروبس اللي كانت موجوده، لو عندك جروب وليكن اسمها ادمنز فيها كذا، وجروب اسمها ديفلوبرز فيها كذا، وجروب مش عارف اسمها زعبل فيها كذا وكذا وكذا. فيلم هندي كبير قوي، فيلم يعني، بص ليله ليله زرقاء. خلاص؟ طيب بعد ما تنقلهم في خازوق تاني اكبر، الناس دي كانوا بيستخدموا باسورد موجوده قبل كده، الباسورد بتاعت وليكن مثلا ايت سي باسورد، ده ايت سي باسورد ده في اليوزر، وعندك اي تي سي شادو في ايه الباسورد، الباسورد الانكريبشن الجوريزم بتاعها ده اس اس اتش اي، هيطلع عينيك. طيب تخيل لو الجروب كمان كان ليها باسورد، تخيل انت بقى، معنى كده ان في باسورد لليوزر وباسورد للجروب. فيلم هندي. طب انا عايز انقل كل دول يا عم، انت تقعد تقرفنا ليه؟ حاجه تعب جدا يعني، صح؟ طيب حلو جدا. طيب عايز انقلهم، بص هتلاقي كده ربنا كرمك بشويه سكريبتات، فيم يوزر شير مايجريشن تولز، في عندك كده شويه سكريبتات موجوده حلوه جدا، خلاص تسمح لك ان انت تنقل ايه، تسمح لك تنقل ايه، تنقل اليوزرز دول. طيب حلو جدا. افتح السكريبت وبص عليها قبل ما انقل. بس عايز اقول لك على حاجه، السكريبت دي بتشتغل على الملف الرئيسي او على الملفات الرئيسيه بتاع اليوزرز والمستخدمين، يعني بتشتغل على مين؟ على اي تي سي باسورد واي تي سي شادو، خلاص. طيب حلو جدا. طب بص يا سيدي، ايه رايك هي لما تشتغل هتعمل ايه؟ تروح معديه على ملف اسمه اي تي سي باسورد، اي يوزر موجود فيه هتحوله لك ل ال ديف، خلاص. طيب السؤال بقى، السؤال انت محتاج تنقل كل اليوزرز جوه ال داب، يعني انت عايز تاخد كل اليوزرز الموجودين على الدايركتوري سيرفر؟ السؤال ده السؤال، الاجابه بتقول لك 100% لا. انت عارف ليه؟ لان انت عندك الاباتشي مثلا موجود كيوزر، طب انت محتاج تحط الاباتشي في ال داب ليه؟ طب لو عندك الدي ان اس هتلاقي بند لها يوزر باسمها، طب الباش هتلاقوا له اسم باسمه، طب ال بي ار برينتنج هتلاقي ليها يوزر باسمها، يا نهار اسود. طب انت عايز المستخدمين دول ليه يا عم؟ انت محتاج المستخدمين بلا ادمين بس، صح؟ المستخدمين اللوكال اللي هو السيرفيس دي محتاجها كسيرفيس تبقى لوكال على المكنه مش جوه ال داب، لكن مش محتاج تكون موجوده جوه ال داب، صح؟ طيب حلو جدا. طيب انا عشان ما اتعبش نفسي، او عشان بقى ايه احافظ على نفسي من المشاكل، هعمل ايه؟ هخش جوه تيم، خلاص. هعمل ايه جوه تيم؟ هعمل كده كوبي ل اي تي سي باسورد، خلاص، واحطها في المكان اللي انا فيه جوه تيم، وافتح اي تي سي باسورد دي، اسيب فيها بس اليوزرز اللي يعجبوني، او قبل ما اعمله تعال نكريت يوزرز كمان. انا اصلا مش عارف ايه اليوزرز اللي كانوا موجودين عندي هنا كده، ليس اي تي سي باسورد، اشوف بس انا كنت مكريت يوزرز ولا لا. انا كان عندي في يوزر واحد اسمه مصطفى اهو، صح؟ تعال نضيف كمان يوزر عشان بحس ان هم يبقى شكلهم محترم شويه كده. فيم اي تي، لا بلاش فيم، يوزر ادو، خلاص. مش موجود، اد يوزر موجوده اهي، اد يوزر عمر مثلا، خلاص.
ماشي كده؟ حلو جدا كده، ضفت كمان يوزر. ايه تاني يا سيدي؟ فيم اي تي سي باسورد. تعال نضيف له الديسكريبشن بتاعه. خلاص تعال يوزر اد. محمد ماهر خلاص كده. نضيف 3 مستخدمين عندي، عندي يوزر اسمه مصطفى، يوزر اسمه عمر، ويوزر اسمه محمد ماهر. عملنا ايه معاهم؟ ضفناهم على السيستم. انا محتاج انقل اليوزرز دول، هروح اعمل ايه؟ همسح الملف اللي انا كنت لسه ناقله دون، وتعالى من الالوج ده عشان ياخد ايه اليوزرز الجداد. اي تي سي باسورد فيم تمب باسورد، ده الملف بقى اللي انا بتعامل معاه دون. امسح لي كل دول، مش عايز منهم اي حد، وسيب لي بس مين؟ التلاتة اللي يعجبوك دول، التلاتة بتوعك انت بس، وانا محتاج اتعامل مع التلاتة دول. شفت السهولة؟ طب لو عندك 1000 يوزر بقى، سيب ال 1000 يوزر وخلاص، سيب ال 1000 يوزر. ماشي كده؟ طيب حلو جدا. محتاج تعمل ايه بقى؟ فيم يوزر شير مايجريشن تولز. عندك مايجريت كومن، هتفتح في الملف ده يا سيدي. اهو الميل دومين بتاعك مصطفى دوت كوم، والدي سي بتاعك كان اسمه ايه؟ مصطفى، والدي سي ايكوال تو كوم. فاكر في عندك اوبشن كمان لازم تستخدمه مهم جدا، اسمه اكستندد سكيما. اكستندد سكيما ده بيسمح وانت بتعمل مايجريت لللوكال يوزرز للال ديف، او بتحول اليوزرز اللي موجودين جوه اي تي سي باسورد واي تي سي دول للال ديف، بيسمح ان هو يستخدم الكلاسز اللي هي اسمها اي نت اورجانيزيشن بيرسون. خلاص بيسمح تستخدم الكلاسز اللي هي الادفانسد اللي فيها الاتريبيوتس الادفانسد. ماشي كده؟ فانا ايه هقول له ديب واحد. خلصت انا كده؟ هقول له بي ال يوزر شير مايجريشن تولز مايجريت باسورد دوت بي ال للملف بتاعي اللي هو اسمه باسورد سلاش تيم باسورد، وهحط الناتج في ملف اسمه تيم وهسميه يوزرز دوت ال ديف. بص كده الامر ده بي ال معناها انا بران البيرل، بران بيرل سكريبت عشان تحول لي الملف اللي انا لسه معدله وده اللي فيه 3 مستخدمين بس، وهيطلع لي الناتج بتاع ال ديف في المكان ده. بي ال مش موجود. طيب بلاش بي ال، بي ال دي موجود على الدبيان اساسا. بيرل كده، بيرل على طول، بيرل على طول. خلاص بي ال ده كان موجود على ديبيان، ما علينا يعني معلش. فيم كده سلاش تيم يوزرز بتقول لي ديف. بص كده ايه اللي حصل قدامك؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ حد واخد باله؟ ها يا جدعان بص ايه اللي حصل؟ خد اليوزرز من اي تي سي باسورد واي تي سي شادو وراح عامل فيها ايه؟ حولها لك ل ال ديف. ايه رايك؟ صعبه؟ يبقى انت محتاج تقعد تكتب ال ال ديف 500 سنه لل 1000 يوزر اللي عندك. تخيل لو انت عندك كده 500 يوزر وعايز تمسكهم تحولهم كلهم لل ديف، ايه اللي يتعمل فيك؟ هتتنفخ يعني.
حلو كده؟ طيب كلام جميل. انا عايز اضيف الايه الحلوين دول عندي كده فيم اي تي سي. هتاكد بس ان اوبن ال داب كلاينتس ال داب دوت كونف كده بيشاور على الدومين بتاعي البيز بتاعي دي سي ايكوال تو مصطفى ودي سي ايكوال تو كوم، والال داب عندي سيرف واحد ومصطفى دوت كوم. كلام جميل. تعال نضيفهم كده، هقول له كده ال داب اد داش اكس داش دبليو كابيتال دبليو، معناها اسالني على الباسورد داش دي. انا هاوثنتيكيت عن طريق سي ان ايكوال تو دايركتوري مانجر داش اف. الفايل موجود تحت سلاش تمب اسمه يوزرز دوت الدف. ايه اللي انا عملته ده؟ بقول له انا هستخدم التول اللي اسمها الداب اد، وهستخدم السيمبل اوثنتيكيشن، مفيش عندي اس اس ال، ده انا هستخدم البلين اوثنتيكيشن العادي من غير اي حاجه خالص. داش دبليو بقول له لو سمحت لما اكتب لك الامر ده اسالني على الباسورد قبل ما تعمل اوثنتيكيت، ماشي كده؟ يبقى انا مش هستخدم لا كيربروس ولا هستخدم اس اس ال، انا هستخدم الايه الاوثنتيكيشن العادي خالص اللي هو بيوزر نيم وباسورد. وداش دي انا هاوثنتيكيت الدي ان بتاعي، او انا اوثنتيكيت كيوزر اسمي الكومن نيم بتاعي اسمي دايركتوري مانجر. داش اف الفايل اللي هتقرا منه الكلام ده عشان تقاده اسمه او موجود فين؟ تحت تم يوزرز دوت الدف. صعب الحكايه؟ بص ايه اللي حصل، ايه رايك؟ ها صعب؟ طيب تعالى اتاكد كده 389 داش كونسول. تعالى نعمل لوجن كده. افتح. ايه رأيك؟ ظهر ولا لأ؟ ها موجودين يا ريس؟ يلا يا عم التقيل، بص كده مش كده؟ ما احنا قلنا ال سنتو الستة من اول ستة خمسة والقديم بيسمع لك اوثنتيكيت عن طريق البلين تكست عن طريق ال ال داب نيتف. من اول ستة لازم تستخدم الاس اس ال او تستخدم الكيربروس. خلاص المرة الجاية ان شاء الله غالبا هنستخدم الاس اس ال، ماشي كده؟ ونبدأ نعمل اوثنتيكيت لللوكال يوزرز على المكنة، ماشي يا حلاوة؟ ها صعبة الحكاية دي يعني؟ موجودين اهو. حد عنده اي مشكلة؟ حلو جدا. طيب تعال ناخد بريك بقى، ناخد بريك. طيب تعالوا نكمل كده بسرعة ايه اللي احنا بدأنا فيه. كان فاضل لنا شوية حاجات النهاردة كده لازم نخلصها. زي ايه؟ انا لو فتحت ال 389 دايركتوري سيرفر كونسول ده واشتغلت عادي، بس كانت في حاجه قلنا عليها في الاول ان ال ال داب بروتوكول ده مش بيستخدم فقط عشان ايه؟ مش بستخدمه فقط عشان ايه؟ عشان الاوثنتيكيشن بس، يعني مش هستخدمه عشان اعمل اوثنتيكيشن بس، لا ده انا ممكن استخدمه كادرس بوك كمان، صح؟ حد فيكم فاكر لما قلنا كده؟ وادرس بوك بتيجي حسب ما تيجي تكتب ايميل، تكتب مثلا اول حرف من اسم اليوزر ويكمل لك بقيه اسم اليوزر، ده مثال عليه. ممكن تحط فيه بيانات اليوزر واسمه ورقم بطاقته، حط بيانات زي ما انت عايز براحتك انت بقى لو انت شغال في شركه وتحب تعرض ايه وما تعرضش ايه عن طريق الاكسس كنترول ليست، صح؟ طيب تعالى كده انا هستخدم ثاندر بيرد، لسه جايبه عندي ومسطبه، مفيش اي حاجه عليه خالص، ابيض ابيض مالت، مفيش اي حاجه عليه خالص. شد كده في جنب. هعمل ايه؟
عايز اضيف ال دب سيرفر اللي عملته ده كادرس بوك عندي. هروح لتولز تاني، تولز اوبشنز، خلاص كده. الدايركتوري سيرفر مفيش عندي اي حاجه خالص، ماشي. تمام كده. تاني انا عايز استخدم ال LDAP سيرفر ده كادرس بوك عندي. لما قلنا قبل كده ان ال LDAP ده مش بستخدمه بس عشان اوثنتيكيشن، صح؟ طيب ده كده بتاع ثاندربيرد جبته فاضي، مش اي حاجه خالص فيه، بس كل اللي عليا اعمله تولز واروح له اوبشنز هنا كده. انا عايز المستخدمين الموجودين في ال LDAP يظهروا لي، ماشي. طيب كلام جميل. هقول له كده الدايركتوري سيرفر بتاعي نم، مش اي حاجه، مش حاجه موجوده. فاعمل كده ايد الدايركتوريز، هروح لاد النيم بتاعي يا سيدي. انا هضيف السيرفر ده وهسميه مصطفى.com يوزرز مثلا. الهوست نيم انا هديله الاي بي اللي انا مش مشغل الدي ان اس 1491. البيس دي ام هو كان عباره عن او يو ايكوال تو بيبل، دي سي ايكوال تو مصطفى، دي سي ايكوال تو كوم. جبتها منين الكلمه دي؟ اهي بصوا عندي كده، ايه اللي انا كنت جايبه ده؟ بص تحت كده، جبت منين انا الدي ان ده؟ جبت منين الدي ان ده؟ مش من الشارع، صح؟ ده هو، بص، مش ده المكان اليوزرز مستخبيين فيه او موجودين فيه؟ هو موجود في انهي دي ان؟ بقول لك او يو ايكوال تو بيبل، دي سي ايكوال تو مصطفى، ودي سي ايكوال تو كوم، ماشي، شكرا. هو ده اللي بكتبه له هنا. لما يجي سيرش جوه الدايركتوري سيرفر مش هيسيرش فيه كله، لا، ده هيسيرش في الحته دي بس، هيسيرش في الاو يو اللي اسمها بيبل، خلاص كده؟ وبستخدم البورت 389، ماشي يا سيدي، شكرا. عمل له اوكي كده، واوكي شكرا. هو اختار ان ده يكون اليوزر بروفايدر بتاعي، عمل له اوكي هنا كده. طيب انا عايز مثلا الادرس بوك، اقفل ده كده، مش عايزين منه حاجه دلوقتي. الادرس بوك، بص كده، لو انا اعمل سيرش مثلا على ام مثلا، ثانيه واحده، مفيش حاجه ظهرت، صح؟ مصطفى مثلا، هتقولي ما فيش حاجه ظهرت، اهو. طب محمد ماهر مثلا، مفيش اي حاجه ظهرت. اقول لك ثانيه واحده، انت مختار انهي ادرس بوك؟ انت عايز البيرسونال ادرس بوك ولا مصطفى دوت كوم يوزرز؟ بص مصطفى دوت كوم يوزرز لما ضغطت عليه دبل كليك، دي الاعدادات بتاعته. بص كده لما اجي اعمل كده ام بس، بص ايه اللي حصل. مين دول يا عم؟ ايه رايك؟ وايه كمان؟ وجابوا لك بالايميل بتاعه. فتخيل لو انت عايز تبعت ايميل للناس دي، عايز تبعت لهم ايميل، لسه اقعد اكتب اسمائهم واحد واحد. طب ما انا اعمل له انتجريت يا عم على الميل سيرفر بتاعي اللي موجود، لو انا عندي ميل سيرفر اساسا، واخلي الميل سيرفر يجيب مستخدمينه منين؟ من هنا. واخلي بعد كده اليوزرز يستخدموا ال 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 او يكونفيجر الادرس بوك بتاعه ان هو ياخد منين؟ منين؟ من ال ده ابدا. ايه رايك؟ صعبه؟ ها يا جدعان حد يرد؟ صعبة؟ طيب كلام جميل، حلو جدا. الحاجة الأخيرة بقى يا سيدي، إن تعال اقفل كده الثاندر بيرد دول، خلاص يا عم مش عايزه، شكرا. الحاجة الأخيرة بقى، تعالى نقفل الكونسول ده كده، خلاص مش عايزينه، شاكرين. بص كده عندك، بدي أقول له أنا سطبت، صح، أنا سطبت الدايركتوري سيرفر، بس بعد ما سطبته حتى الدايركتوري سيرفر ده لو المكنة اتعمل لها دي ستارت، إيه اللي هيحصل؟ والمكنه بتقوم مش هيشتغل معاه. فانت في حاجه بس نسينا نقولها، بتعمل انستول، تعمل ايه؟ قول له كده شيك كونفج داير سيرف اون،
ايه كمان؟ ايه كمان؟ check config dir serve dash admin on. يبقى انت كده ضمنت سيرفيس زيه زي اي سيرفيس يعني. اه بالظبط، مفيش اي اختراع خلاص. طيب الحاجه كمان اللي مطلوبه منك، لو جيت اقول له سي ستيتس كده السي لينكس عندي ايه اللي حصل لها؟ enabled و enforcing. ده كلام جميل. الحاجه الاخيره اي بي تيبلز داش ال. بص ايه رايك، ينفع؟ مش المفروض تشغل فاير وول برضو؟ طيب كلام جميل. يبقى انت محتاج ايه؟ اقول له كده سيستم كونفيج فايروول داش تي او اي كده، هو انيبل ده، هو تعالى اعمل له كده كاستمايز البورت بتاعته مش موجود، هعمل له فورورد، هضيف كمان هعمل له اد البورت رقم 389 وده البروتوكول بتاعه تي سي بي، وايه كمان و 93130 وده البروتوكول بتاعه كمان ايه تي سي بي. عندك في مشكله كده؟ اعمل كده كلوز للكلام ده، كاستمايز الاول بس اتاكد الاس اس اتش كان مسموح بيه ولا لا. ايوه الاس اس اتش مسموح بيه. وده كلام مظبوط، كلوز كده اوكي. اي بي تيبلز كده داش ال. ها يا ريس، يبقى انت كده ضامن ان الايه، ان الايه ال ال ده بروتوكول هيتسمح له، ومين كمان، والادمن سيرفر هيتسمح له ان هو حد يكونكت عليه من بره، خصوصا لو انت مسطبه على مكنه وبتعمل ريموت انستليشن او اسف ريموت ادمنستريشن من مكنه تانية. خلاص طيب كلام جميل. تعال نفتح كده ثاندر بيرد مره تانية ونتاكد انه بيقدر يجيب اليوزرز من ادرس بوك. ماشي، تعال كده نروح للادرس بوك عندي يا سيدي. خلاص شكرا، حلو كده. تعال كده نكتب ام، جابهم جابهم زي الفل زي الفل. ماشي طيب، الحاجه الاخيره بقى كمان، معلش اعذروني استحملوني، فيم var log عندك داير سيرف، عندك الادمن سيرف كده. بص عندك كده الاكسس، بلاش فيم، هتقولنا كده لس. بص كده ايه رايك؟ ماشي، هتلاقي عندك كمان ايه الايرور كودز بتاعتك كمان. شايف ده؟ فاكر اول مره عملت اوثنتيكيت واديته باسورد غلط راح مديك ايرور كود حاجه، بس لما دخلت مرتين بعدها وكان مديله الباسورد صح اداك ايرور كود حاجه تانية خالص. طبعا الايرور كودز دي مش مطلوب من تحفظها، هي المفروض يعني تكون عارف كده يعني بشكل سريع ايه الايرور كودز اللي موجوده، زي ان اوثرايزد مثلا، ان اوثنتيكيشن ايرور كده يعني. ماشي كده، مش هقول لك اقعد احفظها يعني، انت كده مش هنخلص يعني. عايز تعرف الايرور كود، امسك الايرور كود وروح دور في عمك جوجل واعرف الايرور كود ده معناه ايه. طيب كلام جميل. عندك ايه كمان؟ var log dir serv، عندك admin serv، عندك error، ده فيه الايرور بتاعتك كلها. ماشي، تعال نجيبه كده بلس احسن لنا. ماشي يا ريس خلاص. طيب عندك ايه كمان يا وحش؟ سلاب دي داش سيرف واحد، عندك الاكسس. بص عندك كده بيقول لك كونكشن من كذا لكذا، شايفين كل عمليه، عمليه الاد ايه رايك؟ بص كده بص كده، ده ايه عمليه سيرش هي موجوده، البيز بتاعك او يو ايكوال تو بيبل ومش عارف ايه. بص بص بص، جايب لك الحاجات كلها اهي صح.
ايه رأيك؟ بقول لك انا عايز اجيب كل اتريبيوتس دي. حلو، ماشي يا ريس. طيب ايه كمان يا وحش؟ الايرورز مفيش اي ايرورز. طيب حد عنده اي مشكلة؟ حاجة كمان، لس فار لب داير سيرف مفيش باك اب، ودي الداتابيس بتاعتك كمان عندك ال LDAP باك اب. حلو، عايز تاكستند اللوجز. طبعا ممكن تاكستند اللوجز عندك. اللوجز اصلا على ما افتكر في الداير سيرف هنا، بص كده، فيم اي تي سي داير سيرف ادمن سيرف، كان في عندك كده ادمن دوت كونف على ما اعتقد. فين فين يا سيدي؟ كان في كده لوج ليفل كده بيديك بقى بلاوي فيه. ثانية واحدة هشوفهولك. http://. اللوج ليفل يا سيدي، اللهم صل على النبي. طبعا ممكن ازوده طبعا. جريب مثلا داش اي ار مش فاكر. ايرور لوج ليفل على ما افتكر. ATC داير سيرف طيب ال داب سيرش داش اكس داش دبليو.
ايرور. امسك عندك. بص يا وحش، بص يا وحش، في عندك هنا كده في الكونفيجريشن بتاع الكونفيج، الكونفيجريشن خلاص، او ال LDAP كونفيجريشن بتاع جزء في الدايركتوري سيرفر اسمه كونفيج، بيحدد اللوج ليفل بتاعك ايه. خلاص في عندك لوج ليفلز على ما افتكر، كان عندك من صفر، كان في صفر وفي واحد وكان في اتنين، بس على ما افتكر هي كانت بتاخد ارقام بتقبل الاسم، مش بتقبل الاسم اسف، اللي هي اس اتنين، عارف الاس اتنين؟ اتنين اس حاجة اسف، او لا حاجة اس اتنين، زي صفر واحد واتنين واربعة وتمانية وستاشر واتنين وتلاتين واربعة وستين وانت طالع. خلاص ماشي كده. طيب كلام جميل. واحد ده اسف، صفر ده كان فيه المينيمال لوجز. عندك مثلا ان اربعة مثلا، ده كان فيه بيشغل الديباج، بيشغل الديباج ده بيقتل، بيقتل الدايركتوري سيرفر. يعني عارف ديباج يعني ايه؟ من الاخر كل هفوة بتحصل بتتسجل، فطبعا ده بيقتله، عارف بيقتله فعلا، بيقتله بيموته، ايه بيبقى هيفي جدا عليه، يبقى يعني تقيل جدا عليه وهو شغال. خلاص عندك واحد مثلا ده على ما افتكر كان شغال مع الفانكشن كولز، تخيل الفانكشنز اللي شغاله، كل فانكشن شغاله تندى على واحده تانية بيسجلها عندك في اللوجز. خلاص 32 مثلا كان للسيرش فلتر، لما تيجي تعمل سيرش بيجيب لك الفلتر بتاع السيرش نفسه كان ايه اللي مستخدم. ماشي كده. طيب حلو جدا. لو عايز تغيره ممكن تعدله يا ريس. ايوه هو اكيد هيحصل معاك كده، لما تشغل الديباج ده انت بتنهك السوفت وير والهارد وير كمان، بتنهكه بمعنى بتنهكه يعني بتخلص عليه. ماشي ايه تاني يا وحش، ايه تاني؟ كان في عندك هنا 389 دايركتوري كونسول، او اسف 389 كونسول، تعرف تفتحه كده تاني. تعالى بقى يا سيدي نعمل ايه، بص عندك كده في عندك اوبشن هنا اسمه باك اب دايركتوري سيرفر، باك اب دايركتوري سيرفر، بص عليه كده، تعال نعمل له باك اب كده. هيسألك عايز تعمل له باك اب فين، قال لك فار ليب داير سيرف، وده الباك اب بتاعه، عايز تحطه في مكان تاني ولا يوز ديفولت؟ هقول له لا يوز ديفولت، اقول له اوكي. بص عندك كده ايه اللي هيحصل دلوقتي، قال لك الباك اب بتاعه حصل له فينش، خلاص خلص ستيتس لوجز بتاعتك اهي. خلص خلاص شكرا، اعمل له كلوز كده. حبيت تتاكد ممكن اجي هنا كده اكلوز دول كلهم واجي اعمل كده اقول له ال اس كده var lib dir serve. عندك بص عندك كده ايه اللي حصل، خد باك اب من الدايركتوري سيرفر دول، حطه لك فين؟ جوه الفولدر ده اللي هو 2015 15 2 الساعه 8 26 دقيقه مش عارفه كام، طبعا الساعه انا مش مظبوطه على السيرفر دول يعني، انا مش مسطب الان تي بي عليه. ماشي كده. طيب ايه تاني، سي دي اي تي سي داير سيرف سلاب دي داش داير سيرف او سيرف واحد. في عندك، في عندك دي بي، كان في عندك امر اسمه دي بي حاجه كده بيعمل باك اب، مش فاكره والله، والله ما فاكره. طيب
سكيما. لا مش موجود برضو، برضو مش موجود. كان اسمه ايه؟ هتعب نفسي ليه؟ ابديت دي بي صح؟ لوكيت الدف الله عليك. بص اقفش ام اهو، هو ده هو ده يا ريس. كنا نقوله كده دي بي 2 الدف هو المفروض اصلا بياخد الديفولت باث بتاعه من غير اي حاجه المفروض يعني. طيب سلاش روت وهسميه باك اب دوت ال ديف. لا بقول لك مفيش باك اند انستانس، مش شايف الانستانس اللي هو موجود عندي القديم اللي انا مسطبه اساسا. دي بي 2 بص عندك كده، ده واحد اشتغل اهون ال اس var lib dir serve، عندك باك اب راح مطلع فولدر جديد خالص اهون، ده لسه ظاهر دلوقتي حالا سماه سيرف واحد، وحط الايه خد باك اب برضه حطه جواه ماشي كده. ده واحد بيعمل باك اب بس تاني برضو المفروض يشتغل، معرفش لسبب ما مش مقنع بالنسبة لي مش راضي يشتغل خلاص. بس عامة انت عندك كده اكتر من طريقة تعمل باك اب منها، الطريقة الأولانية عن طريق الجرافيكال يوزر انترفيس، الطريقة التانية عن طريق مين؟ الطريقة التانية عن طريق مين؟ عن طريق الكوماند لاين خلاص. صعبة الحكاية دي؟ ها فين يا سيدي؟ طيب خلينا ورا كده للآخر. هو عايز output file وعايز ايه كمان؟ وعايز suffix. طيب
خليك معايا للاخر، معلش اعتبرني عبيط، لا خليني معايا للاخر يا عم، انا غلس انا غلس. طيب دي بي 2 ال ديف، تعال نديله السافكس بتاعه داش اس، دي سي ايكوال تو مصطفى، دي سي ايكوال تو كوم. خلاص ده كان الدومين سافكس بتاعنا، وهقول له الفايل بتاعك حط تحت سلاش روت وهسميه باك اب دوت ال ديف. permission denied slash root. الفايل اصلا ما اتكريتش. هو شايف الانستانس لسبب ما. طيب معلش، هو كان المفروض اصلا يعمل باك اب ويحطه في var lib dir serv الفولدر اللي اسمه ldef، صح؟ المفروض يعمل كده. طيب طيب ماشي حاضر. حتى شكل الكونفيج بتاع ريد هات بتاع الدايركتوري سيرفر مش ماشي معايا. شفت؟ معلش هو ذكي جدا يعني. لما قلت له هقول لك هو عمل ايه بكل بساطه، لما قلت له روح خزن الداتا بتاعتك جوه روت باك اب بتقول لي ديف ده، ما عارفش قال لك بيرميشن دينايد. انت عارف هو ايه اللي حصل؟ هو بيروح ينفذ السكريبت دي بصلاحيات مين؟ بصلاحيات اليوزر بتاع ال داب سيرفر اللي هو اسمه نوبادي، صح؟ فاكر احنا بنعمل انستول؟ فقال لك مش قادر، بس المفروض تدي له الدومين بس واشتغل. الاورجنايزيشن اسمها نت سكيب روت، دي هقول لك ايه نت سكيب روت دي جت منين. بص يا سيدي، حد فيكم عارف ان حد فيكم اصلا عارف موتزيلا فايرفوكس جت منين؟ موتزيلا جت منين الاول قبل اي حاجه؟ محدش سمع عن تاريخ موتزيلا قبل ما تظهر؟ نتسكيب، صح؟ شركه نتسكيب دي اللي كانت عامله موتزيلا، وبالمناسبه شركه نتسكيب دي هي اللي كانت عامله الدايركتوري سيرفر، خلاص، بتاع ريد هات بالتحديد. نتسكيب ده نتسكيب دايركتوري سيرفر هو ريد هات دايركتوري سيرفر. ريد هات اشترته من نتسكيب لما جت نتسكيب تموت، خلاص. ونتسكيب برضو عملت براوزر، بعد كده اتنقل لموتزيلا فايرفوكس في النهايه. فمن الاخر لما جت ريد هات نقلتهم لريد هات دايركتوري سيرفر من نتسكيب روت، سابت الاورجنايزيشن نيم زي ما هو وما غيرتوش، خلاص. ففضل شكل الكونفيج زي ما هو كده، او الاورجنايزيشن اسمها نتسكيب روت، خلاص. عرفت جت منين حكايه نتسكيب روت دي؟ ولما جت ريد هات نقلت ريد هات دايركتوري سيرفر وخلاته 389 وخلاته اوبن سورس، فضل اسم الاورجنايزيشن بتاع الدايركتوري سيرفر ده نتسكيب روت برضه زي ما هو. وصلت؟ ماشي. ففضل شكل الكونفج الداخلي بتاع الدايركتوري سيرفر باسم نتسكيب روت. طيب كلام جميل. ليه الامر ده لما كنت بديهوله في الاول ما كانش بيشتغل معايا؟
لان كنت بقول له روح خزن في روت باك اب دوت الدف، وكان بيروح يخزن بصلاحيات مين؟ مش بصلاحيات انا كروت، لا ده هو بيرن السكريبت دي بصلاحيات اسف بصلاحيات الدايركتوري سيرفر يوزر. الدايركتوري سيرفر يوزر انا بعمل انستول من شويه كان اسمه مين؟ كان اسمه مين؟ نوبادي. نوبادي ده له صلاحيات ان هو يخزن هنا؟ لا ملوش صلاحيات، فكان بيطلع لك بيرميشن دينايد. بس لما انا قلت له المره دي روح، ما قلتلوش اي حاجه خالص كده، الطبيعي بتاعه انا قلت لك ان هو بيروح يخزن فين؟ في var lib dir serve، المكان ده له صلاحيات عليه، هتلاقي اسمه سلاب دي مش عارف اسمه ldef. بص عندك كده ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ مش دول اليوزرز بتوعك؟ هم دول ولا لا؟ وصلت؟ باك اب كامل اهو، مش كده يا ريس؟ صاحب الحكايه دي حد عنده اي مشكله كده؟ طيب كلام جميل. طيب حاجه بس عايزك تبص عليها كده عشان تاخدها المره الجايه، بص كده الكلمه دي ACI، خلاص اعتبرها النهارده ACL، اعتبر ان انت شايفها ACL، يعني ACI اعتبرها ان هي ACL يا عم. خلاص ده اكسس كنترول ليست بتسمح لي ان انا احدد مين له صلاحيات على ايه في الدايركتري سيرفر. يا المره الجايه هناخدها ان شاء الله اللي هو بكره، يا المره الجايه هناخد الاس اس ال ونبدا نعمل اوثنتيكيت لايه؟ للكلاينتس اللي موجودين عندنا، مش كده؟ حد عنده اي مشكله النهارده؟ كده بقى لنا ايه؟ احنا كده بدانا الشغل، احنا لسه بادئين الشغل اصلا النهارده، النهارده يعتبر اول يوم شغل لينا. فضلك تعمل اس اس ال وتشغله، خلاص؟ فضلك تعمل اكسس كنترول ليست وتجربها وتاكد ان هي شغاله. بعد كده هنسطب دايركتري سيرفر تاني. بعد كده هنعمل ريبليكيشن بين الاثنين. خلاص؟ ايه تاني؟ ولو في وقت كمان قدام ممكن نعمل انتجريشن مع الاكتف دايركتري ان شاء الله. خلاص؟ ممكن نشغل كمان الكيربروس. ربنا يسهل يعني على حسب الوقت والله المتاح. خلاص كده؟ يلا تصبحوا على خير، وشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.